تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. معاكم أخوكم الصغير محمود يوسف وخدكم العودة ندى المولى. دكتورة ندى صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. أهم شيء محمود جالس بالموز ماله يأكل هيلثي سناك اليوم في الدوام. محمود أحييك محمود صراحة، يعني هذا أفضل وجبة خفيفة خلال النهار. الله يحييك دكتورة، خير الله يسلمك. عموما دكتورة بعد أنت اليوم ما شاء الله مليئة بالنشاط، خاصة مع العصبة هذه اللي ضربت النج تصد تعرفون شي ما تقدر تطالع حد حتى على الانستغرام. عموما مستمعينا، نحن اليوم عندنا العديد من المواضيع الشيقة والجميلة. أرقام التواصل معنا دكتورة كم؟ 600-55-1414 ورسالة النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستغرام DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي على الإنستغرام أيضا. إذن نحن نتريى بس الحين 3-2-1 وما نشتغل على DHA لأن أوكي الحين استوينا لايف الحمد لله، لأنه ما أدري كان يفصل. عموما أيضا مستمعين عندنا العديد من المواضيع. أول محطاتنا قبل أن ندخل في تفاصيل البرنامج نروح مع الزميلة ندى علي عبد الله. ندى موجودة في مستشفى لطيفة وهنالك في حملة دكتورة، حملة إيش؟ مقاعد السيارة حياة أكثر أمانا. الله حلو الاسم. صبحت الله بالخير ندى. صبحكم الله بالخير أخويا محمود والدكتورة ندى. هلا هلا بالسمية، شخبارك؟ هلا حبيبتي. صباح الخير جميعا. صباحك ورد. تقولي لنا أختي ندى عن هالحملة وشو مفهومها ومن المعنيين فيها وشو الهدف منها؟ دكتورة أنا اليوم متواجدة في مستشفى لطيفة حتى بغطي هاي الحملة التوعوية تحت شعار مقاعد السيارات للأطفال لحياة أكثر أمانا بتنظيم من إدارة السلامة والصحة العامة ومستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي بالتعاون طبعا مع هيئة الطرق والمواصلات. طبعا هدفنا الأساسي من هاي الحملة أن توعية الوالدين حول أهمية وضرورة استخدام مقاعد السيارات في كل مرة يتواجد فيها الطفل، وطبعا الهدف الأساسي تقليل الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير عن هالطرق. للمزيد من التفاصيل عن هاي الحملة بعطيكم الأخ رائد محمد أبو كف مساعد مدير إدارة التمريض في مستشفى لطيفة ليزودنا بمعلومات أكثر وأشمل عن هاي الحملة دكتورة، فتفضل أخوي رائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، هلا أخوي رائد. بالنسبة لهذه الحملة، هذه الحملة مرتبطة باستراتيجية هيئة الصحة المنبثقة من خطة دبي 2021 حيث أن استراتيجية الهيئة تحتوي على 15 برنامج استراتيجي، وهذه البرامج تحتوي على 96 مبادرة لتحقيق استراتيجية هيئة الصحة. المبادرة هي تقع تحت برنامج الصحة والسلام العامة، وهدف هذه المبادرة المشاركة في تطوير استراتيجية وطنية للوقاية من الإصابات المرورية وعلاج أثارها. اليوم سيتم إطلاق حملة توعوية بضرورة وأهمية استخدام مقاعد السيارات للأطفال من سن الرضاعة. جميل. في مستشفى لطيفة برعاية هيئة الصحة المتمثلة بإدارة الصحة والسلامة العامة ومستشفى لطيفة وهيئة الطرق والمواصلات. تم صياغة سياسة داخلية لتطبيق هذه المبادرة والتأكد من استمراريتها. الحملة راح تكون حملة مستمرة وحتكون جزء من التطبيق الصحي والسلامة العامة المقدم دائماً في مستشفى لطيفة للأمهات خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة وحتى الخروج من المستشفى. ممتاز. في الحملة هاي راح نعمل على تشجيع الأمهات
على توفير مقاعد السيارات قبل الولادة مع التأكد من ضرورة وجود المقعد عند خروج الأم والطفل في المستشفى ليتم استخدامه بشكل مباشر. شكرا لك. شكرا لك أخوي رائد على المعلومات المفيدة. طبعا هالحملة مفتوحة للجميع, يعني أي حد يقدر يصير ويحضر الحملة هاي. صحيح دكتورة, صحيح, ممتاز. مو بأي حد يعني, المفروض أنه أعتقد يكون في له ولادة أو شيء في مستشفى, يعني كل النساء اللي دا يحضرون مستشفى لطيفة, وحتى الأبهات اللي يودون عيالهم الحوادث أو عيادات الأطفال فممكن يحضرون الحملة. لأن وين موقع الحملة بالضبط؟ مستشفى لطيفة راح تكون الحملة في الاستقبال الرئيسي في المستشفى, وراح يكون جزء من الحملة في منطقة عيادة الحوامل, وراح يكون في عرض لبرنامج تثقيفي مقدم من هيئة الطرق والمواصلات بشكل كرتوني على التلفزيونات الموجودة في المستشفى وفي غرف المرأة. ممتاز, جميل جدا, شاكرين لكم وشاكرين لك أختي ندى وأخي رائد على هالمداخلة الجميلة, ونهاركم سعيد. شكرا لكم وشكرا لمراسلتنا في البرنامج الندى علي عبد الله على هذه الرسالة الجميلة. نعود دكتورة, عندنا العديد من الملاحظات, انا بس بنتقلها, بس الصوت خفيف كانوا يقولون عيسى جزاه الله خير ما قصر عدل الموضوع. عندي استفسار خارج الموضوع عذرا, لكن ودي بإجابة. أنا أبي أشتغل بالمشفيات عندكم, أنا سعودية من سكان دبي, خريجة تمريض مع الخبرة, قدمي dha.gov.ae, شوف الوظائف اللي متوفرة. بالعكس يعني هي. تنورينا إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين, خصوصا عندنا فقر في الطاقم التمريضي في الجنسيات العربية, يعني فبتكون إضافة إن شاء الله للطاقم التمريض. يلا تسوي له واسطة دكتورة. أفا عليك محمود, فالكم طيب. المديرة عودة تراها. صباح الخير, صباح النور. كثير مهم الموضوع, صحيح موضوع الأمان, جلوس الطفل في السيارة بأمان, هذا موضوع جدا مهم. هنالك بعض الاستفسارات على حساب نور دبي. الأخت حاطة ماي زمزم قدامها. هي نعم. يايبين لي هم العمرة. كل الشكر والتقدير لهيئة التأمين لتمديد مدة التأمين والتي جعلتنا بدون تأمين ونتعالج على حسابنا الشخصي. ما أدري كيف. وإذا ما عاجب الموظف يعمل التأمين على حسابه أو يكنسل, شكرا لهيئة التأمين. هذا الكلام يا محمد الهسي, أنا أتمنى, أنا بقرأ الرسالة, بيكون معي دكتور حيدر مع نهاية البرنامج, فبقرأ الرسالة زين, لكن الكلام تفضل فيه غير صحيح. الصوت خفيف ما نسمع, الصوت غير مسموع, الحين أحسن الحمد لله. السلام عليكم, صباح الخير. طيب شو بعد تقد, ايه هذا ردوا عليه, تقدمي في موقع الوزارة الإلكترونية, صحيح الهيئة مسخوخ تصبح عليكم, مشكورين يا ليت والله. تعبت أقدم بس ما في أي رد, إذا حاب أشتغل كثير أحب شغلي ولي سنة ما حصلت, مشكورين. أعتقد في بعض الضوابط في هذه المسألة دكتورة, في موضوع أنه يجب أن تحصل ترخيص أو شيء معين في هذا المجال. ممكن تقدمين أنه ما تكوني موظفة بدوام كامل, تقدمين يسمونه clinical attachment أو تدريب يعني كلينيكي في العيادات, فهذا يضاف لخبرتك, أنه بيكون عندك خبرة وإن شاء الله يعزز فرص الحصول على وظيفة. جميل. إن شاء الله. عيسى يقولوا لي في أكاونت نور دبي أنه ما يسمعون الصوت, ما أدري هل له علاقة بالجهاز اللي عندي هني, فشوف لي الله يخليك على الفاصل. وصوا عليها تستاهل. إنزين. الأطباء يحددون الأسباب الأساسية للسمنة المفرطة عند الأطفال. طبعا أنا أكثر شيء يرفع لي ضغطي لما أشوف طفل سمين. أي والله حتى. تعرفين ليش؟ لأن أحس هذا مو بذنبه, هو ذنب أهله. بالضبط محمد, نفس احس ان هذا بلا حول ولا قوه, ولوم الاهل هم اللي مسببين له المشكله. عموما اكد الاطباء البريطانيون ان السمنه المفرطه عند الاطفال مرتبطه بشكل اساسي بنوعيه الغذاء اليومي والجينات التي توارثوها عن اهلهم, وجاء في المقاله التي نشرتها مجله ايكونوميك اند هيومن بايولوجي نقلا عن الاطباء, لقد قمنا بدراسه الملفات الطبيه لاكثر من 100 طفل وذويهم في العديد من البلدان, واظهرت دراستنا ان معدل السمنه المفرطه عند الأطفال مرتبط بشكل كبير بمعدل السمنة عند الوالدين, أي أن الجينات الموروثة عن الأم مسؤولة عن 20% من معدل سمنة الطفل, وكذلك الأمر بالنسبة لمورثات الأب. وأضاف الأطباء, لا
لقد أكدت الدراسات أن العلاقة بين سمنة الطفل ومورثات والديه لا تعتمد على البلد، فهناك بلدان تشهد معدلات سمنة مرتفعة كالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بلدان نامية تكون فيها معدلات البدانة قليلة. في كلتا الحالتين كانت الأرقام والمؤشرات واحدة بالنسبة لعلاقة سمنة الأطفال بجينات أبائهم. وفي إشارة إلى أن علاقة سمنة الأطفال بنوعية غذائهم اليومي، قال الأطباء لقد لاحظنا خلال الدراسات أن أكثر الأطفال سمنة هم الذين نشأوا في عوائل تتناول كميات كبيرة من الأطعمة غير الصحية والغنية بالدهون، فحتى أهالي الأطفال كانوا يعانون من أعراض البدانة الزائدة بسبب نمط الغذاء اليومي. أنا هذه أول مرة أقرأ فيها الدراسة يعني دكتورة، ما شد قريتها قبل. سبحان الله. التعليق الأولاني ما قلت لأن أنا كنت قاري الخبر، لا بس الحين بعد مو بس عادات، لا حتى جينات. بس محمود عشان بس في أمهات باكر لما يجون عيادة ونقولهم ترى الطفل زايد وزنه بيقولك أثر الجينات، قال 20% كل الجينات يعني سواء في الأمراض أو في السمنة أو في أي شيء ثاني، فقط 20% يكون سبب الجينات، باقي 80% على نمط الحياة. يعني في أطفال نفس ما احنا الكبار عندنا قابلية معينة، مثلا عندي قابلية مثلا إصابة بالسكر غير اللي عنده قابلية بالإصابة ارتفاع ضغط الدم، لي قابلية ولكن أقدر أخفف نسبة الإصابة بهالأمراض أو المشاكل بنمط الحياة الصحي. فإذا عندكم قابلية لزيادة الوزن في الأطفال لازم تعطونهم نظام غذائي صحي، عطوهم الأكل. يعني ما في طفلة تقولي امنع امني بالمية وجبات السريعة، هذا شيء لو أنا بنتكلم عنه بيعتبر غير منطقي، الطفل يبي يجرب، ولكن مسؤوليتك أنت كأم تحددين له مثلا مرة في الأسبوع تحددين حجم الوجبة، شو يقدر يأكل مع الوجبة، كيف يحولها من فاست فود إلى أكل صحي. هدي أصابك دكتورة ما أطلع فاصة بس عشان تريحين. زين صاحب الرقم الآخر 580 يقول أنا للأسف دوم عياري في المقعد الأمامي، وأنا أقول لك للأسف حرام، أنت لازم تأخذ مخالفات يعني حرام. هذا لا يعبر عن الحب ترى، مو أنا أحب عيالي حطوا قدام ترى. عموما فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لفقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. شهدت مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي خلال الفترة الماضية تحولا جذريا في بنيتها التحتية ونوعية خدماتها، في الوقت الذي تجري فيه الهيئة مراجعات مكثفة لتحقيق أعلى درجات الجودة العالمية في مجال فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية. وتمضي الهيئة كذلك نحو إتمام تحويل جميع إجراءاتها ومعاملاتها لتكون وفق أفضل التقنيات الذكية، مع ربط أنظمتها الإلكترونية بجميع الجهات المعنية والمختصة، بحيث لا يكون هناك أي تدخل بشري أو معاملات ورقية في منظومة عمل المراكز. وتمهيدا لنقلة نوعية جديدة، أعلن مركز الراشدية لخدمات الفحص الطبي لغرض الحصول على الإقامة التابع لهيئة الصحة بدبي عن عدم قبوله لأي معاملات تتم طباعة أوراقها خارج المركز، داعيا جميع المتعاملين إلى إنهاء جميع إجراءات تسجيل ودفع وتعبئة النماذج الرسمية داخل إدارة المركز. حول هذا التحول وتفاصيله بيكون معانا إن شاء الله عن طريق الهاتف الأستاذة ميساء البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذة ميساء. دكتورة كيف حالكم؟ هلا حبيبتي صباحك ورد. مرحبا يا أستاذة ميساء. صباح الخير. صباحك ورد. فنبتدي مركز الراشدية، شو قصة هذا الإعلان وليش طلع هذا الإعلان أنه ممنوع قبول أي أوراق تتم طباعتها خارج المركز؟ فممكن تخبرينا عن هالموضوع؟ إن شاء الله. في البداية طبعا نصبح على جميع المستمعين، نصبح عليكم في الاستوديو. بالنسبة لمركز الراشدية كان الاختيار على أساس نطبق فيه المرحلة التجريبية من النظام الإلكتروني الجديد. طبعا هذا النظام الإلكتروني بيكون نظام إلكتروني ذكي، بيغطي كل مراكز الفحص الطبي التابعة لهيئة الصحة اللي هي طبعا مراكز اللياقة الطبية. جميع الأنظمة الداخلية بتكون مربوطة في بعض، بيكون في تقليل في استخدام المعاملات اليدوية، اعتماد الشهادات بيكون كله أوتوميتد، ربط الفحوصات الطبية ويا بعض بتكون كلها أوتوميتد، حتى سحب معلومات المتعاملين اللي هي طبعا الداتابيز بتكون كلها عن طريق سحب المعلومات من الهوية ومن إدارة الجهة الإقامة عن طريق رقم التأشيرة أو رقم الموحد.
ممتاز. حاليا ولإنجاح تجربة المرحلة التجريبية في مركز الراشدية، لأن كل الخدمات بتكون موجودة في هذا النظام، والمرحلة الأولى تم تطبيق النظام فقط في مركز الراشدية، لحين تعميمه في المراحل الأخرى. اللي لاحظنا أن يعني أغلب المراجعين مخلصين إجراءاتهم الورقية خارج المركز، يعني مسوين الدفع والطباعة والإجراءات الإدارية يعني مخلصينها، فنحن منجبر أن احنا نستخدم النظام القديم. معناته أن المرحلة التجريبية بتكون غير ناجحة. صحيح. لأن بعدد العملاء وعدد المراجعين نحن بنعرف شو التحديات اللي موجودة في النظام الجديد، بناء على المعاملات وبناء على الإكسبرينس اللي بينا كل يوم وعدد العملاء، نشوف شو الأشياء اللي لازم تتعدل في النظام قبل مرحلة الإطلاق الكبرى. ممتاز. فهل تحسين هذه الخطوة بتخدم المتعاملين، تسرع لهم الخدمة أو تقلل وقت الانتظار، أو شو ممكن تخدم المتعامل؟ شوفي، النظام الجديد عبارة عن يعني باقات تعتمد على نحن غذينا النظام بفئات الوظيفية ونوع الإقامة، فبس بمجرد الدفع واختيار الباقة النظام بيكون ذكي جدا، لأنه يطلع باقة الفحوصات الطبية بناء على نوع الإقامة والوظيفة، فحتى ما بيكون فيها حتى أخطاء بشرية أو مثلا أخطاء إدارية. النظام سهل في الاستخدام وذكي جدا، ويسهل على المراجع أخذ الخدمة، بيقلل من وقت الانتظار. حتى الشهادات بتكون كلها أوتوميتد، النتائج بتوصل حق الإدارات المعنية كلها عن طريق الاسمس وعن طريق الإيميل. يعني في النظام وايد بيكون في عملية تحسينية وتجربة ممتازة لإسعاد المتعاملين. ممتاز. أستاذة ميسا، ذكرتي أنه بيبتدي الموضوع من مركز الراشدية، فممكن نعرف المستمعين عدد مراكز فحص اللياقة وين موزعين، وهل العدد كافي ليستوعب النمو المتسارع في أنشطة وقطاعات دبي؟ يعني شوفي دكتورة، هيئة الصحة الحمد لله سنويا عندها يعني توجه لتوسيع مراكز خدمات اللياقة الطبية. دبي مدينة استثمارية اقتصادية، صحيح. أي زيادة في الاستثمار أو الاقتصاد يترتب عليه زيادة في عدد المتعاملين. إنزين، فهيئة الصحة سنويا عندها مراكز جديدة سواء في مناطق حرة أو في مناطق يعني فيها كثافة سكانية. حاليا نحن شغالين على مشاريع ضخمة تخدم جمهور متعاملين إمارة دبي في منطقة ديرة وفي منطقة جبل علي. هالمشاريع إن شاء الله متوقع الانتهاء منها قبل الحدث 2020. حالياً المراكز الموجودة 16 مركز. ممتاز. من ضمنهم مركز الراشدية اللي هو أحد المراكز الرئيسية اللي يخدم جمهور العائلات وخدم المنازل والعاملين بالخدمات المساندة، بالإضافة إلى المراكز الأخرى المحيصنة والكرامة، الجوز، المناطق الحرة كلها، يعني المراكز المتوزعة في إمارة دبي. ممتاز. شو الخدمات المقدمة بشكل عام في المراكز، والخدمات المقدمة لفحص الصحة المهنية بشكل خاص؟ الصحة المهنية دكتورة هي بس في عيادة أبتون مردف. الصحة المهنية هي عبارة عن فحوصات تقدم للوظائف التخصصية، يعني مثلا عامل في الزراعة، عامل في الصناعة، عامل في بعض الصناعات الغذائية أو الصناعية مثل الأصباغ أو غيرها. كل فئة وظيفية تحتاج إلى بعض الفحوصات الطبية اللي هي تختلف عن غيرها. صحيح. هذا بالنسبة حق الصحة المهنية، بالإضافة إلى فحص ما قبل التوظيف اللي هي بعض الجهات الحكومية تطلبها، فحص السائقين، أنت بنت تتأكد أن هذا السائق بالفعل عنده سلامة جسدية وعقلية أنه يتحمل مسؤولية الركاب لوياب السيارة. فحوصات اللياقة الطبية هي مرتبطة بالحصول على الإقامة، وهي الفحص ضد الأمراض المعدية اللي تشكل خطرا على الصحة العامة، ففي اختلاف ما بينهم سنينهم، وبيكون في توسعة في إنشاء مراكز فيها خدمات لياقة طبية بالإضافة إلى الصحة المهنية، لأن حين الوعي المجتمعي يطلب دائما صحة مهنية للتأكد من سلامة هذا الشخص وسلامة المحيطين فيه في بيئة العمل. صحيح. جميل. أستاذ ميسا، في عندكم أنتم خدمات تقدمونها كذلك في إدارة اللياقة الطبية، خدمات إدارة اللياقة الطبية، منها خدمات الفي آي بي، منها خدمات الأربع وعشرين ساعة، وفي عندكم بعد تتوجهون بالمركز نفس المتنقل هذا تروحون في أماكن كثيرة. هاي فعندكم ما شاء الله مجموعة هذه الخدمات، خبرينا عنها على السريع.
أخوي محمود عندنا خدمات طبعاً اللي هي الخدمة العادية اللي هي الباقة العادية جداً اللي الشهادة تكون أو النتيجة تكون جاهزة من 5 إلى 10 أيام عمل. عندنا الخدمات اللي هي السريعة خدمة 24 ساعة، المتعامل يستلم النتيجة خلال 24 ساعة ممتاز. وخدمة 48 ساعة بالإضافة إلى المراكز اللي هي خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين، وخدمة 4 ساعات موجودة في جميع المراكز. له مركز الصفا يستقبل خدمة رجال الأعمال وبيكون في بعد مراكز أخرى تخصصية لخصوصية وحساسية هذه الفئة في المجتمع وعطائها يعني طابع اللي هي يتناسب مع الوظيفة. طيب، في مقترح التنسيق مع القطاع الخاص بخصوص فحوصات الإقامة ويمكن الاعتماد على من ويكون الاعتماد من مستشفيات الصحة. هذا واحد بعث لنا هذا المسج بهذا الشكل، انا اعتقد هنالك تنسيق بينكم. في قرار طبعا اتحادي يحدد جهات التخصص في هذا المجال، طبعا هي قانون اتحادي اللي هو اعطى الصلاحيه فقط للجهات الحكوميه لوزاره الصحه وهيئه الصحه في ابو ظبي ودبي، لان في النهايه هي خدمه يعني عباره عن يعني صحه امنيه، يعني هذا يعتبر انه شيء من المفترض ان يكون الاجراءات فيها تكون حازمة ودقيقة وصارمة وغير تجارية، لأن توجه الجهات الحكومية يعني صحي أمني أكثر من تجاري. صحيح. ولكن طبعا يعني في نقاش في هذا المجال، يمكن يكون في قرارات أخرى أنا ما عندي علم فيها حاليا. زين، خدمات 24 ساعة تكلمنا عنها أستاذ ميسا. خدمة 24 ساعة موجودة في جميع المراكز، يستلم النتيجة المتعامل خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة يستلم النتيجة. زين، وبالنسبة للتوجهات الهيئة المستقبلية فيما يخص تطوير خدمات فحص اللياقة، شو عندكم خطط مستقبلية؟ والله حاليا نحن في باقة جديدة إن شاء الله بتكون اللي هي خاصة برجال الأعمال والمستثمرين، اللي هي نتيجة الفحص بتكون جاهزة في أقل من ساعتين، هذه بتكون إن شاء الله بنطلقها قريبا. ممتاز. بالإضافة إلى أن هيئة الصحة حاليا يعني مشغولة بإنشاء مراكز تخصصية ضخمة تابعة للهيئة وفيها كل الخدمات تشمل جميع الخدمات اللي هي العادية والعاجلة، بالإضافة إلى الوي آي بي، بالإضافة إلى خدمات الصحة المهنية، كلها في مركز تخصصي يتبع هيئة الصحة. جميل جميل. وتكون الطاقة الاستيعابية يعني أكثر من 5000-6000 مراجع ما شاء الله. عموما الله يوفقكم ان شاء الله. استاذ ميسا البستاني مدير اداره خدمات اللياقه الطبيه في هيئه الصحه بدبي، ما ادري عندك كلمه اخيره تبغين توجهينها او تذكير باللي بدينا فيه؟ بالضبط، ان نطلب من الجمهور اللي هم حابين ياخذون خدمه من مركز الراشديه عدم طباعه طلبات الفحص خارج المركز لانجاح تجربه المرحله التجريبيه للنظام الحديث في مركز الراشديه، وانهم يتعاونون ويانا ان نحن نحاول نطبق هذه التجربة في المراكز الأكبر بعد علاج التحديات الموجودة في النظام الجديد. طيب، عندنا متابعنا محمد يقول مقترح ربط بطاقة الهوية بعد 6 أشهر من الفحص المبدئي لإقامة بفحص آخر. عندنا هذا المقترح. ممكن يطرش هذا المقترح عن طريق نظام الاقتراحات، نظام الاقتراحات المعتمد في حكومة دبي. بيكون جيد عشان بعد لو طبقنا يحفظ هو حق المقترح. صحيح صحيح، ويحفظ حقه هو بعد كذلك. فمحمد عندك النظام، اي النظام المقترح هذا قدمه على النظام وبيدرسونه وبيخبرونك ان شاء الله، بيدخل ضمن السيستم. عموما شكرا لك استاذ ميسا وكل التوفيق لكم يا رب. شكرا لك ونهارك سعيد. نطلع فاصل محمود. قبل الفاصل خلينا نذكرهم بس بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 4006، ومتواجدين معاكم عبر حساب نور دبي على انستغرام. ليش مو بوايدين عندنا في الحساب؟ بنشوف يمكن في خلل في الصوت، لأن في أكثر من شخص تكلم عن موضوع الصوت عيسى، فخلنا نشوف. زين، ايضا على حساب هيئه الصحه DHA_دبي. فاصل وراجعين. صحه وسعاده.
طيب صباحكم الله بالخير مرة ثانية مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل تكلمنا عن عدد من المواضيع، يعني تكلمنا عن خدمات اللياقة الصحية الطبية، خدمات اللياقة الطبية مع أستاذة ميثة. صحيح. أيضا في الجزء الأول من برنامج تكلمنا مع زميلة ندى. أول شيء سلامتك. إنزين. مع الزميلة ندى علي كلمتنا عن حملة مقاعد السيارات حياة أكثر أمانا، اللي هي مقاعد الأطفال طبعا قصدها. طيب. للي ما تابع، عند وزارة التربية والتعليم تبدأ من الروضة يا دكتور السمنة 80%، السمنة المفرطة عند الأطفال سببها إيه؟ المسج أعتقد يا دكتور السمنة المفرطة عند الأطفال سببها عند وزارة التربية والتعليم تبدأ من الروضة 80%. لا أخوي، وزارة التربية والتعليم فيه رقابة على المقاصف من زمان، وفي الروضة حتى الحين لأن والدتي في سلك التعليم كانت، فكانت مديرة للروضة، فكان في تحول جذري في نوعية الأطعمة اللي يعطون الأهل. صار كل أكل صحي، فيه فواكه يومية تقدم للطفل، حتى الوجبات مدروسة تنعطى حصة مدروسة. فأنا دائما أقول إن الطفل يقعد في المدرسة أقل من نص اليوم، بس باقي اليوم يا جماعة في البيت يكون السمنة مو سبب المدارس، ولكن سبب الأكل حين نعطيه العيالنا ترى في البيت. فلن نحط اللوم على المدرسة فقط، دورنا كأولياء أمور بعد انتهاء ساعات دوام الرسمي هي المهم. طيب ممتاز. الصوت الشباب يقولون في نور دبي الصوت أوكي واضح، مشكورين على تفاعلكم، الصوت واضح حتى في حساب هيئة الصحة. شو علاج عصبة الظهر؟ في أدوية لها، في أدوية مرخية للعضلات عشان ترخي العصبة، وفي لزقات وفي كريمات، بس أنا نفس شخصية ما أحب أخذ أدوية ترى، يعني إلا في إلا لو كان يعني الألم وايد شديد، بس غير هذا ما أحب أخذ أدوية إلا الشديد القوي. إيه خلي الجسم روح يعالج نفسه. فلازم حتى أنتوا يا جماعة لا تأخذوا دواء حتى على الشيء الخفيف، حتى صداع الخفيف الألم الخفيف عودوا جسمكم يتحمل عشان ما يسوي تعودكم على أدوية وايد. طيب أتمنى تتكلمون عن السياحة العلاجية. البارحة حلقة كاملة كانت عن السياحة العلاجية، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة كذلك منحط يعني مواضيع. أم أحمد تقول لك دكتورة حطي كمادات دافية. إن شاء الله يا أم أحمد، شكرا. شوفتكم الحلوة على الصبح، صحة وسعادة. مشكورة. شكرا. تواصلكم هو اللي والله يحل اليوم والله. إنزين صباحكم الله بالخير. هي والله ماك ما يقصر دون يا دوم ياكلونهم شي قصد يعني في الروضة. هي والله ماك ما يقصر دوم ياكلونه. ما انزين هو يعني اعطاني على اساس ما يسوي دعاية. انزين عموما معانا دكتورة عبر الهاتف، انا بس برجع هذا التليفون عشان تسمعون المكالمة مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، معانا عبر الهاتف بيكلمنا عن توسع هيئة الصحة بدبي في شراكاتها مع شركات التأمين الصحي وأثر ذلك على نوعية الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين. لكن قبل هذا الموضوع دكتور أنا بقرأ لك رسالة وصلتنا في بداية البرنامج إن شاء الله نلاقيها. أوكي معانا دكتور، صباحك الله بالخير. صباح الخير، نسي صبح عليك محمد. هلا سامحني دكتور. صلب الموضوع على طول. طيب كان في محمد الهسي مطرش رسالة يقول كل الشكر والتقدير لهيئة التأمين لتمديد مدة التأمين والتي جعلتنا بدون تأمين ونتعالج على حسابنا الشخصي، وإذا ما عاجب الموظف يعمل التأمين على حسابه أو يكنسل. شكرا هيئة التأمين. شو رأيك في الرسالة دكتور حدا؟ شو ردك عليها؟ أنا قلت إن الموضوع كله ظهر الريال مفاهم مسألة التأمين بشكل سليم. نعم هو شوف طبعا اليوم تمديد فترة الالتزام بقانون الضمان الصحي في النهاية بالتأكيد معناته أن مجموعة من الناس اتأخر حصولهم على التأمين، لأن الموظف أو العامل هو اللي يحصل على التأمين، صاحب العمل أو الكفيل هو اللي يقدم التأمين. صحيح. فبالتأكيد إحنا يعني الهيئة من البداية ركزت على أهمية حصول الأفراد على الضمان الصحي، وإمارة دبي توجهها واضح
بأن جميع الأفراد في إمارة دبي مهما قل دخلهم مهما كانوا يكون عندهم تغطية صحية من خلال التأمين الصحي. وعملية التدرج في تقديم التأمين وفي إدخال الناس إلى التأمين الصحي في النهاية الهدف مش أن احنا نغرم الناس، وإنما بآلية ثلاثة نضمن لجميع أفراد المجتمع الحصول على التأمين الصحي. دائما احنا هو اعتقد دكتور الشركه عندما سوت للتأمين وغاصبين ان يامن على هذا، وهذا مخالف للقانون. نعم لا طبعا هو الشركه ليس من حقها الحقيقه لو تشوف الغرامات وحده من الغرامات اذا حاول صاحب الشركه تحميل الموظف او العامل تكلفه التأمين الصحي. صحيح. طيب دكتور نرجع للموضوع الرئيسي، لان انت بتكون معانا ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر الحين على الهواء، نحن دائما ناخذ مواعيد معك دكتور سامحنا، بس ان شاء الله الاربعاء والخميس اظني قلت لنا ممكن بالخميس ان شاء الله تعالى. بالخميس ان شاء الله تعالى دكتور، نحن كنا نتكلم عن مساله توسيع شبكه شركات التامين اللي تقدم الخدمات الاساسيه للتامين. نعم صحيح. طبعا عندنا اليوم في إمارة دبي 50 شركة تأمين تقدم التأمين الصحي لجميع أفراد المجتمع، وكانت عندنا من ضمن 50 في 9 شركات تقدم الباقة الأساسية لفئة ذوي الدخل المحدود. طبعا سنويا في عندنا آلية تأهيل لاحتمالية إضافة شركات إضافية للباقة الأساسية، فتقدمت 10 من ضمن الشركات الأخرى للحصول على الباقة الأساسية، وتم تأهيل 3 شركات إضافية، يعني وصلنا اليوم إلى 12 شركة تختص بالباقة الأساسية لفئة العمالة اللي هم الأفراد اللي دخلهم يقل عن 4000 درهم. أما باقي الشركات اللي هي 50 كلها تقدم طبعا الباقات الأساسية لجميع أفراد المجتمع، منها أفراد أسرة المقيم، منها كبار السن. فاليوم في بالتأكيد توسع لإطار التغطية بالباقة الأساسية. الخبر طبعا الشركات التسع اللي كانت موجودة عندنا قبل هي أكسا، كان عندنا دار التكافل، تكافل الإمارات، رأس الخيمة للتأمين، ضمان، عمان للتأمين، أورينت، ميت لايف أليكو وإن جي آي. الشركات الثلاثة اللي تم اعتمادها من معالي رئيس مجلس إدارة بناء على التقييم والتأهيل اللي صار على مدى الشهرين اللي طافوا هي نور تكافل، أبوظبي الوطنية للتأمين والاتحاد للتأمين. الخبر الثاني اللي أعتقد مهم جدا للمستمعين اليوم، كانت تتراوح الباقة الأساسية من 550 إلى 650 في 2016، المعدل هو نفسه في 2017 الرينج هو نفسه من 550 إلى 650، إلا أن المتوسط نزل كان 615 في العام الماضي 2016 ونزل إلى 584 درهم بانخفاض 5% عن متوسط العام الماضي. ما فهمت دكتور. يعني تتراوح تكاليف الباقة الأساسية من 550 إلى 650 درهم حسب الشركة اللي تقبلها. في شركة تبيع لك إياها 550 على حسب الخدمات ومزودي الخدمات. كل الباقات متوافقة مع القانون، كلها تغطي الالتزام القانوني على الشركة، لكن بعض الشركات توفر مزايا إضافية، لكن نتيجة المنافسة اللي وجدت ما بين الشركات المتوسط قل، يعني المتوسط كان 615 درهم قام 584 درهم. فهمتك. اوكي دكتور. نعم. يعني المتوسط انخفض بنسبه 5%. انت تلاحظ دائما في التامين الشكاوي انه يا اخي اسعار التامين ترتفع عن السنه اللي طافت مثلا. تامين اشياء اخرى، حتى لو تشوف اليوم اوباما كير اكبر نظام تاميني في العالم في امريكا، المشكله الرئيسيه فيه كانت عندهم انه والله ترتفع سنه عن سنه. احنا الحمد لله في اماره دبي الحين السنه الرابعه للتامين الصحي الارقام مستقرة، وبالعكس المعدل ينخفض نتيجة الآلية التنافسية اللي خلقتها الهيئة وأوجدت هالنوع من التنافس ما بين شركات التأمين المختلفة. جميل. دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، نحن شاكرين لك. أنا ما أبغى أطول معاك اليوم لأني باخذ حلقة كاملة للخميس إن شاء الله تكون موجود معنا وترد على استفسارات الجمهور كذلك. فكل التوفيق لك دكتور، و ما أدري تبغي تقول شيء بعد دكتور نذكرهم بس بالمهلة؟ والله طبعا احنا الحين نذكرهم بالمهلة، تم اعتماد المرحلة النهائية أو الحد النهائي للالتزام بقانون الضمان الصحي بنهاية شهر مارس القادم، يعني عندنا 30 يوم بالضبط. نذكر الكفلاء أصحاب العمل بضرورة توفير التأمين الصحي لمكفوليهم لموظفيهم، عدم الانتظار إلى آخر لحظة. صار عندهم اليوم 3 شركات إضافية، صار عندنا 12 شركة تقدم الباقة الأساسية لفئة العمالة من ضمن 50 شركة تقدم التأمين الصحي في إمارة دبي. فنطلب من الجميع الالتزام بالقانون، توفير التأمين ومعرفة أهمية التأمين، كذلك نركز على ضرورة
ان نقرا البوليصه، نعرف شبكه العيادات اللي احنا مغطاين فيها، اليه استخدام التامين بالشكل الامثل، ونتمنى للجميع دائما الصحه والسعاده. جميل. احلى شيء في السوشيال ميديا دكتور تعرف شو، ان في ناس يسالون وفي ناس يردون عليهم وتكون الاجابات صحيحه يعني، فجزاهم الله خير اللي متفاعلين معنا، جزاك الله خير دكتور. هذا دليل على زياده الوعي عند افراد المجتمع كذلك. بعض الاسئله نشوفها كانت تتكرر وايد، الحين الاسئله العامه اللي كانت بالنسبه لنا هي الاسئله الرئيسيه، وايد ناس عارفين اجابه عنها ويردون عليها، بدت الناس تسال اسئله اكثر تخصصا، وهذا دليل على زياده وعي المواطنين والمقيمين بالتامين الصحي واهميته والياته. جميل. في أسئلة كثيرة دكتور نحن نخليها لحلقة التأمين. شكرا لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. السلام عليكم. بخصوص التأمين، سويت تأمين للعمال 31/12 وأصابه المرض، عامل في الشركة بتاريخ 21/1، وعند رسالة للعيادات الموجودة في الباقة وجد أنه لم يتم تفعيل التأمين، وتم التواصل مع شركة التأمين ومع الهيئة ولكن ما في جواب شافي. دكتور حيدر روح صح. انزه أنا بجاوبك. تقدم على نظام الشكاوى، الله يخليك، على الموقع الإلكتروني مال التأمين الصحي. I promise. إنزين. هذا الموقع حتى اكتب بس في جوجل بيطلع لك. إنزين. تقدم هناك، تمشي على النظام هذا، بيزاتك بترجع لك بإذن الله. صحيح. بيزاتك بترجع لك من الآخر، إذا كانت العيادة وفق، أنت مشيت وفق العقد اللي عندك، زين استلمت عقد وهذا التأمين ما تفعل، لا التأمين ذي العقد موجود عندك 21/31/12 وماشي حسب الشروط، 100% بيساتك بترجع لك بإذن الله إن شاء الله. زين. الموضوع يشمل كل المستشفيات والتأمينات ولا بس دبي؟ نحن نتكلم على نظام التأمين في إمارة دبي. نظام التأمين ممتاز بصراحة، غالي على بعض الموظفين خصوصا تأمين الوالدين، يعني في باقات تعد الأفضل عالميا من ناحية الأسعار ومن ناحية الخدمات والأمراض اللي تغطيها. أحب أصبح عليكم في قسم العلاج، صبحك الله بالخير. إنزين. يا سلام يا سلام على التفاعل. أنا من كثر ما تابع البرنامج حفظت كل سياسات التأمين والأهليات، نحن شاكرين لك هذه المتابعة. الموضوع يشمل كل المستشفيات قلنا، أتمنى التأمين يشمل العيادة الإسكندنافية للأسنان. أصلاً التأمين ما أدري يشمل علاجات الأسنان ولا العلاجات الطارئة للأسنان؟ حسب الباقة ذكرك دكتور حيدر، في باقات تغطي في باقات ما تغطي حسب الباقة أنت ماخذنها. جميل. إبراهيم عنده هني شو يقول؟ بعد أنت كاتبي لك وايد وصفات. عندي ملاحظة، بعض الدكاترة لابسين نظارات رغم أنهم يعملوا للمرضى عمليات ليزر، مجرد ملاحظة. صحيح. طبعا صحيح. ليش؟ عادي. يا جماعة، لأن مو كل خلل في النظر أو قصر في النظر يتعالج بالليزر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الليزك أو الليزر هو خيار شخصي، أنت تبغى تسويه وما تبغى تسويه. في أحيانا ناس طبيب تجميل، في وايد ناس يقولوا في أطباء تجميل يعني روح مو مجملين نفسهم، هو خيار شخصي، أنت تحس أنه مسبب لك مشكلة حابة تعالجها، فهذا خيارك أنت. يمكن الطبيب مرتاح بالنظارة وستايل. طيب انت ذكرت اسم العياده وتقول عياده زينه وما يشمل التامين وكذا. يا جماعه الخير، اذا سعاده حاطين لكم اوبشن حتى انكم انتم اذا عندكم بعض العيادات تبغون تدخل ضمن هذا، طرشوها حق المسؤولين وبيدرسونه وبيدخلونه في اليات وفي نظم معينه لعمليه اختيار هذه العيادات. الاهم اذا كان تامين سعاده، اذا كان تامين من شركات اخرى، اتمنى انك انت قبل لا تامن تشوف باقة مزودي الخدمات اللي تناسبك. إذا مو عند هذه الشركة بتحصل عند شركة ثانية. دكتور حطي كمادات قالوا لك، زين دافية إن شاء الله، والله يعافيك يبعد عنك الأذى. شكرا. زين، وش ذا الهرج يا ريال؟ صل على النبي، قال لك إبراهيم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زين. في كتبوا لك والله الفكس زين بعد قالوا لك. أنا علاقتي مو زينة مع الفكس، ما أدري، أحس ما علي دراسات تثبت أنه زين. الحين ما أدري أنت الدكتورة ولا هم الدكاترة الحين. يعني أكثر دكتورة أشوفها تمرض في الحياة أنت. ها الناس تقول، أنت تقول لي. لا والله مو. الحين العصبة مو مرض. عموما شوفي لي المكالمات إذا في عندنا مداخلة خبرينا. قدمت للهيئة والله قدمت مرتين لليوم، التأمين ما مفعل. ترى أنا قلت لك قدم الشكوى. عموما أنا بكتب الرقم وبحاول على الدكتور حيدر
صحيح. زين في ذاك اليوم نزار نسيت اخذ رقمه, نزار اللي كان يتكلم عن التيمين, ابغى اتصل به وقت حلقه حيدر, تذكره عيسى اللي كان زعلان شويه, اللي كان زعلان وقلنا له عاد سامحنا الوقت كان ضيج علينا ما قدرنا ناخذه. عموما نزار اذا تسمعني بارك الله فيك, الله يخليك باكر او عقبه تكلمني بارك الله فيك على اساس ناخذ رقمك وهذا يكون حيدر موجود معانا في البرنامج ودكتور حيدر بيرد على كل استفساراتك. دكتوره هلا. في هيئه او وزاره الصحه حذرت, يعني اصدرت وزاره الصحه وقائد المجتمع 12 تعميما في شهر فبراير موجهة إلى جميع الجهات المعنية بالدولة تتضمن تحذيرات عن السلامة الدوائية لمنتجات مغشوشة تحتوي مواد كيميائية غير معلن عنها قد تسبب خطر على الأطفال وانخفاض أو ارتفاع حاد في ضغط الدم على المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين ومنها مواد مسرطنة. طبعا دكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة لسيادة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة أكد أن الإمارات لديها إجراءات صارمة في مكافحة الغش والتزييف الدوائي ويتم ذلك بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأمنية وأن الجهات الصحية المعنية في الدولة تضع سلامة الدوائية ضمن أولوياتها وتتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية. وقال أن التحذير من المنتجات الدوائية المغشوشة لا يعني دخولها الدولة وأن الوزارة تتبع أحدث أنظمة رصد ومتابعة للمنتجات ذات الإدعاءات الطبية حتى قبل دخول الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن جهات الصحية الدولية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمة الأوروبية للدواء. طبعا الخبر ناشر في جميع هذه الأدوية. نحن حمدة إذا تسمعيني حمدة ممكن نشوف دكتور أمين الأميري إذا بكرة يقدر يطلع معانا على البرنامج. إنزين فأتمنى تخبرين الشباب المعدين أنه نبغي الدكتور أمين يكون معانا على هو ما نتكلم عن هذا الموضوع. وموضوع بعد محمود إحنا قلنا بعد أكثر عن مرة في البرنامج عن صحيح. الأدوية المغشوشة اللي تنباع عن طريق وسائل التواصل اللي مو مرخصة اللي ما تعرف من وين هي مقلدة أو أصلية. فالموضوع مهم, تشوفوا يعني موضوع مهم يا جماعة. العصبة تصير من الهواء البارد والمخدة العالية. صدق أكد الكلام. نزار زعلان. بالنسبة للشركات الخاصة الملزمة بشركات التأمين المعينة لعوائل المكفولين أنه يكونوا ضمن شركة التأمين الموظفية, هل ممكن الموظف يقدم على شركة التأمين غير تابعة للتأمين؟ أعتقد أي ما فيها مشكلة, اللي يزعل يراضي نفسه بنفسه. كيف ما فهمت يعني؟ عن نزار. عن نزار لا 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 احنا بنراضي نزار حلين. سوي مساج تايلندي يقولوا لك. ترى احنا ما ننصح بالمساج لما يكون في عصبة يا جماعة. مهم ليش؟ الا لو كان مساج طبي. يعني ليش؟ لان العصبة يكون في التهاب بسيط في هذه المنطقة. اذا المساج تسوي بطريقة خاطئة ممكن ينتشر الالتهاب وتسوي مشكلة اكبر. فعن حتى دائما نقول للمرضى عندهم عصبة ويون العيادة ونعطيهم مراهم او ادوية موضعية, نقول لا تسوون مساج فقط الفرك الخفيف عشان ما تكبر المشكلة. عموما نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام, على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد والعديد من المواضيع اللي إن شاء الله تهمكم وتهم كل شخص كبير صغير ذكر أنثى شو ما كانت جنسيته. صحيح. لأن الصحة هي للجميع. صحيح, لا تعرف جنس ولا لون ولا عمر. طيب هذه تحياتي محدثكم وأخوكم الصغير محمود يوسف وتحيات أختكم العودة دكتورة ندى الملة. شكرا دكتورة. شكرا لكم. وشكرا لحمد المعيوف كانت معانا في التنسيق, وشكرا لفريق الإعداد, وشكرا أيضا لمراسلتنا ندى علي عبد الله, وكل الشكر لك مخرجنا عيسى سبيل. يعطيك العافية. وفي الختام نقولكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.